الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك بتوجه العديد من الأسئلة عن الصيام وما هي الحالات التي يباح فيها الإفطار، وهل يجب على المسلم قضاء هذه الأيام؟ العديد من الأسئلة بتجيب عليها دار الإفتاء المصرية من خلال تغطيتنا على موقع صدى البلد، تابعونا. حددت دار الإفتاء المصرية الأعذار المبيحة للفطر وقالت أولاً في حالة العجز عن الصيام وهو لكبار السن أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه هو إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مدة من طعام لمسكين، ومقدار المدة هو ميكال بيساوي بالوزن 510 جرام من القمح. أما الحالة الثانية من الأعذار المبيحة للفطر هي المشقة الزائدة غير المعتادة، وهنا في الحالات التي يصعب عليها الصيام بسبب المرض أو المجاهدة في غزوة أو إصابة بجوع أو عطش شديد قد يسبب الضرر، أو كان منتظما في عمل وهو مصدر نفقته ولا يمكن تأجيله ولا يمكن عمله مع الصوم، وحكمه هنا جواز الفطر ووجب القضاء. أما الحالة الثالثة وهي السفر، وده إذا كان السفر مباحا، ومسافة السفر اللي بيجوز معها الفطر قدرها العلماء بالأميال واعتبروها 48 ميل، وتقدر أيضا بسير يومين معتدلين، ويتساوى في الوقت الحالي حوالي 83 كيلومتر فأكثر سواء كان معه مشقة أو لا، والواجب هنا أن يقضي الأيام التي فطرها. أما الحالة الرابعة من الأعذار التي يمكن من خلالها الإفطار هي الحمل، لأنه إذا تخوفت الحمل من أن يتسبب الصوم بضرر لها يجوز هنا الفطر ووجب عليها القضاء، لأنها بتعتبر مريضة ويجب عليها القضاء والفدية معا. والحالة الخامسة هي الرضاعة، وهي مثل الحمل وبتأخذ نفس الحكم أيضا. أما الحالة السادسة والأخيرة وهي إنقاذ محترم، وهو ما له حرمة في الشرع كمشرف على الهلاك، ده بمعنى أنه يجوز الفطار للمسلم إذا كان فطاره هيكون سبب في إنقاذ حياة إنسان، مثل تبرع شخص لآخر بالدم، لأنه هنا في حالة عدم التبرع ممكن أن يتسبب في وفاة الشخص، فهنا يجب الإفطار والقضاء في حالة التبرع بعد انتهاء شهر رمضان. أما عن حكم الإفطار لعموم المرضى فقالت دار الإفتاء إن المذاهب الأربعة قالت أنه لا يباح لكل مريض الإفطار، ولكن بيرخص الإفطار فيه إذا كان المريض بيستوجب على الإفطار لتناول العلاج، أو كان للصوم مضاعفات على المريض، أو هيتسبب في تأخر شفاء الشخص، أو أن المرض لا يحتمل مشقة الصيام من شدة الجوع أو العطش وبيسبب زيادة في الألم. وأخيرا يجب على من أفطر في هذه الحالات قضاء ما أفطره في حالة زوال الطارئ التي تسبب في منع الصوم، وعلى الإنسان الاستماع لنصائح الطبيب والحرص على الالتزام الدقيق والأمين بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين ونصائح الأطباء وتعليمات المختصين، والأخذ بتوجيهاتهم وعدم الاستهتار أو التهوين. وبكده نصل مع حضراتكم إلى نهاية التغطية، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.